السلام عليكم صباح بخير. اول مره تجيب لي الله يشد سكرين كامل. مره شفت هذا الطاجي. صباح عليكم نتوما بخير. لايف كيف ظريف، ما عنديش الاخوان في الباتري بزاف، كنت خارج ما وصلت الوقيته باش كنديروا اللايف يوميا. مرحبا، نهار كبير هذا. قلت غادي نطلق اللايف، اللايف واخا راني في كافي مع شي اصدقاء، خليتهم جالسين بعاد، جيت انا باش ندير اللايف بوحدي. طيب يحجي ولد شن لينا اللايف اليوم. العربي حسيني ولد شنو بكومونتير، اول كومنت ما عندي ما نقول اخويا، تبارك الله عليكم. السلام عليكم. الاخوان اللي كنتمنى من هاد اللايفات هادو كاملين، اللي كنتمنى من هاد اللايفات هادو كاملين اللي كندير، هو ان تبدا تكون توكلت على الله. والاخوان اللي بداو راه كاين امه ديال الاخوان بداو وراه تيصيفطوا ليا النتائج، راه غادي مزيان فهمتي. اللي وصل 10 دولار، اللي وصل 9 دولار، اللي وصل 12 دولار، فهمتي. هادي كل بدايه كتكون كتشوف البدايه بحال هكا كتفرح للواحد، كتفرح ليه ملي كتشوفوا الدر 10 دولار ديالو صافي فهمتي، كتجنى على هذا ما كتجنى عليه. دونك راه طاح على شي حاجه اللي غادي تبدا خدام بها، اللي يدير بها شي نتائج ان شاء الله. وراه الفرق بينك وبين هذاك اللي وصل 10 دولار في النهار دابا وانه هو بدا وانت باقي كتسول. ما تبداش تسول وانت ما كتخدمش، بدا تخدم عاد بدا تسول. ملي تحصل سول، ماشي تبدا تسول قبل ما تخدم، خاص تبدا خدام وانت تحصل وسول. بحال واحد الاخ شي يومين هذيك كتب لي واحد اللايف، خويا راني فكرت نبدا، راني صافي قررت نبدا الريسكين، ولكن ملي بديت في الريسكين بداو كيطلعوا لي دوك لي ميساج ديرور وانا نفكر نقلبها شوبيفاي. الاك لا الاخ لا، ماشي هذه العقليه ديال الناس اللي كتنجح. راه الا مشيتي شوبيفاي يطلعوا لك شلا مشاكل، راه اي دومين مشيتي ليه فيه المشاكل ديالو، خاص دوك المشاكل خاصك تواجهها. سواء الريسكين تطلع لك لي زيرو ولا تمشي تسول الاخوان في لي جروب قلت يطلع لي هاد ليرور هذا، تقلب جوجل قبل ما تسول الاخوان. ماشي الاخوان ماشي خدامين عندك ولا عندي ولا، ما تسول حتى واحد في الاول، في الاول تمشي تسول جوجل راه لا يعلى عليه، راه 99% ديال الذكاء داكشي اللي كنوحل فيه كنلقى الجواب ديالو في جوجل. الفرق بينك وبين الناس اللي قاضيه غرض هو وهي كتمشي تسول جوجل وانت كتبقى تنضرب ربع يديك وتبقى كتسنى السيمو يجاوبك ولا كتسنى شي جروب يجاوبك ولا تقول راه ما بغوش يعلمونا. هذا هو الفرق بينك وبينه. حتى لا حصلتي مزيان وما لقيتيش عاد ديك الساعه غادي ترجع غادي تسول في شي جروب، الاشياء غادي يكون داز من نفس المشكل غادي يعاونك. اما ديك العقليه ديال راني حصلت هنايا راه نبدل الدومين كامل، لا ما كايناش. راه الا التزمت من ديال الريسكين غادي نبقى في الريسكين، وعرف راه الا التزمتي وعجبك وما طفرتيهاش فيه راه اي مجال مشيتي راه ما طفراش فيه، لان المشكل كما كنقول ديما المشكل كاين في العقليه ماشي كاين في غادي نمشي شوبيفاي ما طفراش فيها غادي تجي عندي السي بي ما غاديش طفرا. المشكل كاين في العقليه ما كاينش في الدومين، لان خير دليل هو امه البشر خدامه الريسكين كدير فلوس، امه البشر خدامه السي بي كدير فلوس، امه ديال الناس خدامه شوبيفاي كدير فلوس، امه البشر خدامه كليك بانك كدير فلوس. دونك المشكل كاين في المشكل ديال العقليه. الا واجهك مشكل خاص تحل المشكل، تحل الثاني تحل الثالث تحل الرابع وغادي كتحل المشاكل، وهذيك هي الطريق للنجاح. ماشي زعما كنت غادي تجي مكسيري غتلقى راسك فوق الجبل، لا راه غادي تكون طالع غادي تجي غادي تمجى شي حجره ناس، لا خاص تبعد عليها تضربك تقتلك، غادي تم طالع عاوتاني للجبل غادي تجرح بيديك عادي، غادي تم طالع مكمل غادي تزلق غادي طيح تعاود تنوض تبقى مكمل. وراه ماشي الا كنتي كتقلب على شي هوته ساهله تجي مكسيري وطلع، راه ما كايناش هادشي. وبما ان تيواجهوك مشاكل الا راك غادي في الطريق الصحيح، ما بغيتيش يواجهوك المشاكل سد عليك باب الدار نعس ما يواجهك حتى مشكل صافي، ما سد عليك باب الدار ونعس ما يواجهك حتى مشكل، تعيش مرتاح ما غير انت ما طالبش. ملي تشوف الاخوان داروا شي نتائج ما تقولش مال هادو داروا، لانه ما زدتوش عليهم مسد على راسك ونعاس ما تواجه حتى مشكل الحمد لله. المشكل عندي خص
17 عام ما نقدرش ندير لا سبونسوريزي لا والو، ما نقدرش حيتاش ما عنديش لا كارت بونكار، شنو الحل؟ واه الحل هو تسنى ان شاء الله حتى تكمل 18 عام، ما باقي لك عام ولا يقدر يبقاو لك غير شي ايامات ما كاملاش حتى عام. ولا الحل الاخر هو تخدم بلا كارت ديال الوالد ديالك ولا سميت الوالده ديالك ولا سميت الوالد ديالك وجو سوي سير ما تجي عكسو معاك وغادي توكل على الله وغادي تخدم. صباح الخير اخي السيمو، حدثنا قليلا عن الفيرال وبماذا تنصحون. اخويا الا دويت انا في الفيرال عرفني غير كنتشبه. الفيرال اللي تمشي حسام الصاوي، الاخ ديالنا حسام الصاوي تبارك الله فهمتي عنده اكسبيريونس مزيانه، الا دوا في الفيرال تيدوى عن خبره. انا اللي دويت لك على الفيرال نقول لك راه حسام الصاوي شفتو دار ما دونك، وديما كما كنقول راني كندوي في داكشي اللي كنعرف فيه، كندوي في داكشي اللي كنفهم فيه. خويا ادسنس ولا ريفينيو هيت؟ خويا ادسنس، ديما ادسنس لا يعلى عليه. ريفينيو هيت خدامه الا كان عندك شي سيت ما مقبولش في ادسنس، ولكن ريفينيو هيت راه ما كتخلصش على الكليكا وداكشي. ريفينيو هيت كتخلصك بحال قلت حتى هي بحال السي بي، كتخلصك مثلا طلع عندك شي اعلان ديال التور بار وداكشي، كتخلصك ملي كيكليكيو الناس وكيمشيو تيليشارجو داك التور بار. علما ان راه ديجا كنت شاركت واحد الموضوع فيه مقارنه، غادي دير سير لجوجل، سير لجوجل غاتكتب سيمو لايف بدائل ادسنس، سيمو لايف بدائل ادسنس، الا غادي تكتب سيمو لايف بدائل ادسنس غادي يطلع لك واحد الموضوع قادرت واحد المقارنه واحد السيت عندنا ما فيهش ادسنس، مقارنه ما بين ريفينيو هيتس وما بين بروبلر ادز وما بين بيد ادفرتايزر، وشاركت تصاور فيهم الارباح اللي ربحنا من هادي. كل شركه جربتها شهر حتى شهر ونص، كاين الشركه اللي جربتها شهرين، ودرت مقارنه ما بيناتهم وراني مشارك كلشي. كما كنقول ديما عزيز عليا ملي ندوي من خلال التجربه ديالي، الا قلت لك شي حاجه نقول لك شي حاجه مضمونه. شي بات ديال ادسنس كيقبل مواقع ديال الافلام. هو ريفينيو هيتس، ريفينيو هيت خدام، مي انت كيما قلت لك سير كتب جوجل كتب سيمو لايف بدائل ادسنس غيطلع لك الموضوع ديالي هو الاول. غادي تخلي غادي تلقى فيه واحد المقارنه مين تخدم بهم ثلاثه وجرب. مساء الخير خويا سيمو، مرحبا خويا. بغيت نبيع امازون، واش خاصني نصيفط السلعه بالكثره الى امازون ونصيفط الزبون مباشره على حسب الطلب؟ خويا امازون حاليا الا كنتي باقي ما حليتيش كونت صافي مشى الحال، لان امازون سد الباب على الناس الجداد وعلى الناس اللي الله تسجلوا باقي ما صيفطوش السلعه ديالهم اول مره، سد عليهم الباب من هنا حتى 19 ديسمبر ان شاء الله. لا اسمي جورج الله يبجي البارح راه سرت علاش وكيفاش وشنو طرا المهم يمكنش تبدا امازون في الوقت الحالي. امازون صيفط لي حتى 20 قبلها مني، صيفط لي 10 قبلها مني، ما تقدرش تصيفط السلعه بزاف، ولكن بما ان انت خدام راه تحتاج تصيفط السلعه بزاف، يعني شي حاجه طبيعيه انك خاصك تصيفط السلعه بزاف. مثلا نفترضوا ان عندك 100 حاجه من السلعه كتبيعها ب 50 درهم، انت كتربح 10 درهم في الحاجه ياك، يعني راك رابح 1000 درهم واخا تبيع داكشي كامل. يعني الا بغيتي تربح 10000 درهم خاصك تحط 1000 في السطوب، يعني الا بغيتي تبيع هادشي بغيتي تربح 1000 دولار او بغيتي تربح 10000 درهم دونك خاصك تحط 1000 في السطوب، الا بغيتي تربح 100000 درهم دونك خاصك تحط 10000 في السطوب وغادا. يعني راه ماشي مساله تحط، امازون ما كيفرضش عليك تحط بزاف ولا قليل، ولكن انت كتشوف الهدف ديالك، كتشوف بيان سور انت في الاول ما جيتي تحط 10000 في الاول تجي تحط غير حنا نبداو ب 100. هادي التجربه ديالي في اي سلعه، واخا نكون واثق من راسي واخا نكون عارف راني غادي نبيع ورغم الاكسبيريونس اللي عندي، ديما مخاش تثق في راسك، الثقة الزايدة في الراس لا، غادي تمشى غادي تحط 100، وملا غادي تحط 100 في الأول لا تبعت، لا تبعت على حسب السرعة باش تبعت، بانت لك تبعت بالزربة غادي دوز ل 1000، بانت لك تبعت ثقيلة غادي دوز ل 200، وراه بيان سور شوف كما كنقولها الإخوان، إين فوا غادي تدخل تحط رجليك غادي تبدا تفهم شحال من حاجة، لأن صافي دخلتي للتجارة غادي تولي تفهم شحال من حاجة. تنوصل 50 دولار في امازون افليت يسدي الكونت شحال، خويا غادي تلقى درتي شي مخالفة سي سيو، لأن ماشي على مسألة 50 دولار. أنا كنعرف واحد التجربة ديال الأخ فتحي بالمناسبة،
الاخ فتحي بالمناسبه كانوا يبغوا يضحكوا كانوا كيضحكوا فهمتي قالوا اجي الا شرينا بوباب الا شرينا بوباب الامازون شنو غادي يطرا وما عارفين غادي تسد الكونت في الاخر كانوا كيضحكوا الساعه ديال المكانه 1400 دولار فهمتي كانوا شارين البولك بولك ترافيك من عند واحد الشركه الساعه ديال المكانه 1400 دولار مورا بشي سويعات تسد الكونت يعني درتي شي مخالفه غادي تكونتاكتيهم غادي يقولوا لك علاش كابون كاب ثانك يو سيمو لي زوف سي بي اب انستول واش حسن دير لهم لاندينغ بيج ولا دير لينكين لا خويا شتي بالضبط لي زوفر ديال لي زابليكاسيون سي ميو تجرب بجوج ترى كترى انك تصدق لك طريه كتصدق فيهم شحال من مره كتصدق فيهم دير لينكين احسن مي انت ما خسرتي والو لاندينغ بيج ما عرفتش واش راه لاندينغ بيج ماش كيتخلعوا الخوده كتقاد 5 دقائق كتقاد بالسربه 5 دقائق اش قد لاندينغ بيج هيد لاين على شنو كدير لابليكاسيون على يضغطونا لك التحميل ولا كليكير تو داونلود توكل على الله تجرب تيريك لينكين وغادي تجرب بلاندينغ بيج وتشوف شكون هو اللي يجيب لك مزيان اكل باليمينيه راني الاخ والد الشيخ ديالنا راني كناكل باليمينيه اللي كنطلع عندك راني كناكل باليسريه لان الفيسبوك فهمتي مؤامره ماسونيه بغى يبين لي اني كافر اما انا راني كناكل باليمينيه ها كنضحك على اخوان شو واحد مشيت شي قد الهضره هذه ديال الفيسبوك مؤامره ماسونيه ولا هاد التصويرات ديالك في فيسبوك وسيتو هادشي اللي كاين واش كاع تيربو هادك اخاي سيمو لا خويا كنت خارج مع شي دراري صحابو ولكن خليتهم جالسين في كافي اخرى وجيت لهاد الكافي هاد لان الكافي الاخرى اللي فيها همايا جات فواحد الشارع مبارك بلا ما نقول سميتو فيه الهرج بزاف ما يمكنش كاع ندير اللايف فيه فهمتي الموسيقى والصداع وداكشي اخواني جاو الطالون راه جاو البوكات بالضبط راه عارفين الشارع علاش كندوي دونك ما يمكنش ندير اللايف من تمايا قلت لهم انا نمشي ندير اللايف الباتري قرب يسالي ما عرفت شحال داكشي غادي يضرب الباتري نضربو به شويه طلع لي 20% غادي نوقف اللايف وغادي نجي عندكم ان شاء الله الباتري راه بديت في الباتري كانت في 42% الاخوان توصل 20% راه غادي نوقف اللايف لان التليفون ما خاصوش يتقفوا عليا اشنو بان لك اخويا في السي اش بانك خويا ما عندي تجربه مع الابناك المغربيه ولكن غادي تمشي للجروب تاع اسك نورداكس ولا افيليات موروكو غادي تسول غادي يجاوبك الاخوان اللي عندهم اكسبيريونس اخر استاذ سيمو اخو انا ماشي استاذ انا بحالي بحالك اخويا اعتبرني صديق ديالك ماشي استاذ تابع عليك يا ابن عمي شوف هاي الاجراءات اللي جبوها تاعي كيبدا شعري في امازون يعني من الصفر الى البيع بيع يعني وثائق مطلوبه وكل شيء اخي امازون كما قلت امازون ما يمكنش اي واحد يبدا حاليا لانه رجع اللايف ديال البارح حسبت علاش لانه سد الباب من هنا حتى 19 ديسمبر عاد تجيو لي قبل عاوتاني الناس تشتغل دابا حاليا امازون سد ماشي سد خدام مع الناس القدام الله اليوم كندوي مع واحد الشركه في الشينوا بنا نابورتو شي سلعه نخدموا عليها فراس العام الكونطات القدام باقيين خدامين اجي ياكلوا الخبز والحلوه في راس العام الناس اللي عندهم كونط قديم ديال امازون غادي تبرعوا في راس العام هذا المبيعات دابا كطلع مع الهالوين ومع البلاك فرايداي ومع كريسماس غادي تبرعوا هو امازون لاحظ باللي كاينين اش كيتسموا الانتهازي يعني كيجيو وقت الحفله كاينين الناس خصيصين فهمتي ولاو تكتبوا مواضيع في هذه القضيه هذه ولاو ولات مواضيع خصيصه ان باغي تضرب الهوته بان في شهر في الاخر ديال شهر 10 وضرب شهر في الاخر ديال شهر 10 و11 و12 وسد الكونت ديالك من ورا 10 ايام براس العام نهار 10 جونفي سد الكونت ديالك ولاو كاينين هاد الخوت هادو اللي كيجيو كيضربوا الهوته نسميهم امتيازيين كيسد الكونت ديالو مع هاديك العام الجاي وكيجي هادو امازون هاد العام هادو وقفهم ديبلوماسيه زوينه دار لهم ديك اللعبه ديال لا
ما يمكنش صافي و... ولا الله الا حليتي كونط ولا الله اكتيفيتي كونط ولا سميتو ما يمكنش يمكنش تخدم في هاد لا بيريود هادي. وهاد لا بيريود هادي من احسن لي بيريود اللي ممكن تخدم فيها. المبيعات كتكون السلعه السنه كامله زوينه، ولكن في هاد لا بيريود هادي كتنقز المبيعات بشكل جنوني. امازون ما بغاش يخلي الانتهاز الزين يجيو ينافس الناس المعقولين اللي خدامين كيخلصوا ليه التكاليف السنه كامله. بيان سور كنخلص تتخلص امازون الا بغيتي تحل الكونت كتخلص $49 شهريا، عاد زيد كتخلص الفيز. وواحد معقول كيخلصو شهريا وكيخلص ليه الفيز العام كامل ويجي واحد الدال دابا عاد يجي ينافس وما جاتش. دونك دابا بواحد الطريقه دبلوماسيه قال لهم اودي راه ما خفنا السلعه تكثر علينا وبغينا نركزو نوصلو السلعه لعباد الله. ولكن راه بالعكس انا لاحظت الكونت ديالي عاطيني الحق نصيفط من كل سلعه عاطيني 5000، كل سلعه عاطيني الحق نصيفط منها 5000، الا صيفطت 10000 ولا شي حاجه كيولي كيفاكتوريني اكثر. ولكن دابا عاطيني ملي طلعت البارح في الكونت ديالي لقيت ان داز ليا 10000، يعني يسمح لي في راس العام باش نصيفط السلعه اكثر وما يفاكتورينيش عليها، ما يديرش عليا السور شارج. يعني ان راه الباب محلول، ولكن محلول للناس اللي كانوا معاه فهمتي العام كامل. خويا سيمو باش نعرف نفتح الشركه في امريكا وما هو احسن موقع يمكن يساعدك في ذلك، وما هي احسن دوله لفتح حساب بنكي حسب تجربتك؟ خويا حساب بنكي فهمتي، شوف انت فاش كترتاح الدول عطاهم الله. شوف الدوله اللي تقدر تسافر لها، بالنسبه لي اخوان ما ديما حاول ان حساب بنكي تمشي انت براسك للبنكه تحلو، لان دوك الحسابات اونلاين اللي كيتحلوا راه تيكونوا فهمتي تيكونوا فيهم مشاكل. مثلا كاين اللي تيجي يقول لك نحل لك حساب في ميريكان، ولكن غادي يبقى يسولك كثر الاسئله وفي الاخر ما تيحل لك الحساب، غادي يمشي هو يحل الحساب ويديرك شريك معاه. يقدر دونك تدخل شي فلوس ويهزها ويهرب لك بها. دونك انت خاص تمشي تحل الحساب ديالك خاص فيه السميه ديالك بوحده، ما عندكش فيه شي شريك. دونك اي دوله قدرتي تمشي لها، اي دوله فنزويلا سويسرا فرنسا سير اي دوله حلكم احسن. نسيت باش تحل شركه في امريكا ما كاينش واحد سميتو احسن، كاينين التجربه ديالي الخاصه incorporate.com. دري صاحبي حلها في هاد البلاصه برخص، كون حلها بنص الثمن ما عقلتش على السيت دابا نسولو ونبارطاجي معاكم. ولكن انا حليتها في incorporate.com. خويا سيمو انا عندي مع الديزاين باش تنصحني وراك عزيز. الله يحفظك اخويا، اجي ترجع اخويا اجي ترجع لواحد اللايف، اجي يكون اللايف رقم 9 وي اجي يكون اللايف رقم 9. عاد تلقاني اخويا كنت باقي عاقل داك النهار تجنب البحر كتبت البث المباشر رقم 9. عاد تلقاني اخويا سميتو جاوبت على واحد السؤال هذا، جاوبت واحد الاخ جاوبتو مزيان اخي. كنشوف واحد السيد مسكين مقعد ناس ذوي الاحتياجات الخاصه، نشوف اخي والواحد زعما كلا عنده صحته وحق الله يحمد الله ويشكر. الصحه مهمه الاخوان. رابط مباشر السبعه اصبح ممنوع تماما. ماذا اخي تفادى رابط المباشر؟ ما عمرك تحطه في شي نيتورك تفادى، ما عاد اللي نيتورك اللي عندها الترافيك ما عنده التقيمه بحال الزيرو بارك. دير اللي بغيتي دير، غادي يصيفطوا لك الطراف كاع لي باج كيقبلوهم. ولكن فيسبوك هذا تجيباني، ادورد تجيباني، نيتورك المحترمين كاملين تجيباني، افازو ما هادشي بانيوك مي ما هادشي تقبل لوفر ديالك في البطاريه ديال لي نيتورك عنده. دونك الاخوان تقول لك واحد القضيه، شي حاجه كتخلعك يوميا يوميا يوميا، سيميو هادي تنوض اليوم هادي تطرق معاها المسمار، ما حد كتجرب ما تجي دير شي حاجه في حياتك. كنشوف دابا الاخوان كلشي كيقلب على السهله، لا انت تيقلب على ديريكت لينكين ديريكت لينكين. راه الا شفتوها كنت بارطاجيت واحد الفيديو شحال هادي الاداه التي تم اخفافها في مجال السبه، واحد التول هذاك وراه قبلت عشرات الناس اللي كانوا شراو بارطاجيو معايا التول وكفت عند عشرات الناس. راه هذاك التول لا شوف لا فيديو ما تشريش من عندي، شوف لا فيديو غادي يبانوا لك النوع تاع لاندينغ بيج. راه الا جلستي 5 دقائق راه غادي تقاد بحالو. حنا قدنا داك التول باش نعطيوه للتيم في الفيليبين داكشي باش يبقاو يقادو لاندينغ بيج يوميا بكثرة. قدرت نقادو حتى 50 لاندينغ بيج في النهار. دونك انت ما محتاجش 50، محتاج شي وحده جوج ثلاثه راه غادي تقادو في 5 دقائق. ما عرفتش هذا التهرب هذا التالين
ما تبقاش تهربوا على اخوان، راه فهمتي تهرب راه ما ماشي هادي العقليه ديال شي واحد زعما كتقلب يدير شي حاجه في حياته. غادي تجلس غادي تشوف لي لاندينغ بيج اللي كاينين وغادي تجلس تقاد بحالهم وتقادهم خمسة دقائق. شوف لي لاندينغ بيج اللي كاينين تيليشارجيهم عندك وتيليشارجي دريم ويفر موديفي عليهم. ما تحاولش تصنع لاندينغ بيج من الاول وكيفاش نديرها ريسبونسيف وداكشي، لا ما تمحنش راسك، هز كوبي كولي وموديفي موديفي على نفس لاندينغ بيج. قسم بالله نفس لاندينغ بيج مستعملينها في الاشهار ديال السوق، مستعملينها في الاشهار ديال الوادي، مستعملينها في الاشهار ديال علي اكسبريس، مستعملينها في الاشهار ديال لازادا، مستعملينها في الاشهار ديال اشهر ديال الموبايل ابليكيشن، نفس 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 لاندينغ بيج. دونك ما تبقاوش تهربوا الاخوان. باغي نبدا الريسكين ولكن جانا هذا الكود قاس، باغي شي كود ساهل، باغي ندير هادي ولكن جاتني هادي. راه كلشي يجي يجي قاصح من النهار الاول ولكن ما هادشي يجي قاصح من بعد، كلشي يجي يجي قاصح من النهار الاول. راه الا خرجتي من داركم وجريتي النهار الاول ترجع للدار وتجي ضروك الميسكلات كاملين وتجي تجيك السخانه، لانك انت ما موالفش تجري النهار الاول، تجي تنوض تجري غادي تجيك السخانه وتجي ضروك الميسكلات الكلي وتجي ما تقدرش تنزل في الدروج ومشاكل. النهار الثاني غادي تخرج تجري غادي تولي شويه، والنهار الثالث تخرج تجري ومن بعد تولي تجيك عاديه. ولكن الا خرجتي الا خديتيها بجديه، راه النهار الاول باش تقاد لاندينغ بيج بيان سير ما تقاداش 5 دقائق، تقاداها في ساعه، ولكن لاندينغ بيج الثانيه تقاداها في نص ساعه، واللاندينغ بيج الثالثه تقاداها في ثلث ساعه، ومن بعد تولي تقاداها في 5 دقائق. داك الكود اللي كيجيك صعيب في الريسكين بدا به، الا بديتي فيه غادي يشوفك على الكود الساهل. الله يجعل تجلس فيه سيمانه، الا تجلس فيه سيمانه وغادي تفرتك هذيك الجره غادي تولي تجلس فيه نهار، الا تولي نهار غادي تولي تجلس فيه نص نهار، ومن بعد تولي تجلس فيه ساعتين ولا 4 السوايع. ولكن ما عرفتش، وديجا كنقول حنا هنا باش تقاتل، انت هنايا باش تقاتل، ما ماشي باش تبقى راه ما عمرها الاخوان غادي تندم على الوقت اللي بذلتي فيه مجهود وضربتي فيه تماره، ولكن غادي يجي الوقت فاش غادي تندم انك ما ضربتيش مجهود وضربتي وما ضربتيش تماره، فاش غادي يبان لك صاحبك اللي كان معاك انت مريح انت وياه راه هو مشى قضى غرض ومشى بعيد، وانت راه ما جيتش تلقى ما تقول، غادي تقول يس تقاتل ليه وتبقى تبرد على راسك وتبقى تكذب على راسك فهمتي، ولكن ملي كتريح مع راسك كترجع للدار وكتسد عليك البيت عاد كدوي ديك الساعه مع راسك كتقول تقولبت كان مريح معايا وخدم وانا ما خدمتش، ولكن الا كنتي برا راه كتحاول تبرد على راسك تقول راه صدقات لي راه من هنا راه طلعت لي راه كانوا تيديروا شي تخوفيشه كان خدام خوف شنو مخوفش كان خدام وهاديك كان خدام هي الفرق بينك وبينه. دونك تقاتل خاي سيمو انا خدام ديفلوبر فريلانس 3 سنين دابا بغيت ندفع فيزا شينغ كيطلبوا تكون عندك باتونت واش لابد خصني ندير باتونت ونخلص الطاكس باش ندفع فيزا شينغ. خويا بالمناسبه انا ما عمري مشيت لاوروبا وما عمري كنفكر نمشي لاوروبا، اجي فهمتي ما لا حقاش كنقول اي بلاصه كيكثروا فيها نكون واقعيين اي بلاصه كيكثروا فيها العرب ما كنبغيهاش، يعني عندي مع تمشي عندي تمشي ليسر كتطلع الامريكان ولا تمشي اليمين تطلع على سميتو دول اسيا في اسبانيا فهمتي، عندي دراري صحابي عايشين تما دراري صحابي عشران فهمتي ديما تيكونوا معايا في المغرب تقول لك جاي عندنا اسبانيا كنقول لها اللهم المغرب ولا اسبانيا فرنسا كدا، المهم انا ما داخلش ليا الراس كاع اوروبا كامله ما عنديش شي فكره اللي هما شوف هما تيطلبوا ورق تيطلبوا شي ورق كنعرف شحال واحد خطا فيزا شي يمكن ما دفعش لهم كاع دوك الوراق كاملين، لانه هو في الاخر هذاك الموظف اللي ياخذ من عندك الوراق غادي يكتب جبتي ليه هادي وما جبتيش ليه هادي، ما تيقول لك لا سير صحه جيبها عاد اجي ياك. دونك انت غادي تدفع الوراق اللي عندك وبيان سور الا كنتي مقنع وما تيخافوا البلاد يمشيو هرب، الا كنتي مقنع راه غادي يعطوك الفيزا. مثلا نعطيك مثال، كنت تسافر للدول اخرى بزاف وديك الساعه دفع الاخوان 20% في الباتري دابا نتا تجي نوقف اللايف نجاوب على هاد السؤال. كون شوف سافر للدول اخرى قبل عاد دفع فيزا على سميتو، لان كتبان شوف الاخوان اللي كيسافروا بزاف راه ما ماشي من داك تكونش عندي ديك العقليه ديال نمشيو نهرب، مع هذا لو استغلوا شو عندنا هاد الانفورماسيون هادي. دونك انا كنعرف واحد الاخ سافر لتركيا سافر لماليزيا سافر لسميتو اندونيزيا جاكرتا وسافر لبالي وكاملين هادو اندونيزيا
ملي دفع فيزات امريكان عطاوه من النهار الاول عطاوه 10 سنين. العكس ديالي انايا اول فيزا ديال ناخذ في حياتي فهمتي حياتي ديريكت السلام عليكم غادي للسفاره امريكان. اول فيزا واليه قال لك لا عارف انت غادي تمشي تحرق. رجعت عندهم المره الثانيه بعد شهر عرفت عليهم وقلت لهم لا وانتم كاع ما شفتوا الوراق اللي انا جايب ما شفتوا لا ممتلكات لا والو فهمتي عاد شافوا داكشي وقال لك اسمح لنا راه ما تيصحابناش سميتو راه كتبان صغير ديك الساعه كانت عندي 22 عام ولا قل كاع اللي راه شدي نقول لك غادي ندوي معاك في ممتلكات وكنت تبان دري صغير قال لك ولا ما كنعطاو درو ليك وصاياك ولكن شحال عطاوني 3 موا ومن ورا عاد عطاوني عاوتاني 6 شهور ومن ورا عاوتاني طلبت فيزا عطاوني عامين وعاد من ورا عطاوني 10 سنين. ولكن الا كنتي سافرتي لشي دول اخرى قبل ولا هي دوله اخرى محترمه اوروبيه قبل عاد عطيك السفاره الامريكان 10 سنين من الاول. ما فهمتي ما نقولش لك سير من الاول حتى انت تدفع شينغن لا عاد الا كنتي واثق من راسك راه فريمو لان المشكله دابا هو بزاف ديال السفارات ما بقاش لهم دخوتيان تتلقاها قنصليه ما بقاش لهم دخوتيان كتحط لهم الاوراق وما تيدفعوهم و تيردوهم لك وتقول لك الفيزا هكا ولا لا دونك ما عاد الا كنتي بالك راسك مقنع عندك شي كونت بونكير محترم جدا مقنع وخا الاخوان تيزوروا لي كونت بونكير وعندك شي ممتلكات تتبان فهمتي لان ما يمكنش الاخوان واحد يكون عنده شي ممتلكات بعقلهم ويمشي يحرق فهمتي غادي نتفاهموا عليها لان هما بيان سور تيقول لك اشنا هي الضمانات اللي غادي تردك البلاد الا عطيتك انا فيزا لان ماشي انت اللي خايب ولكن الناس اللي سبقوك استغلوا الثقه ديال السفاره الامريكيه واستغلوا الثقه ديال السفاره الفرنسيه مغاربه مشاو وما رجعوش دونك انت واخا تكون زوين تجي تصحابو من تراك بحال دوك الخوين الخايبين. انا عندي بيزنس فيزا اليو كي 6 موا خاي 6 موا الا عندك خايب بيزنس فيزا اليو كي 6 موا راه لا دفعتي راه غادي تقبل غتقبل بالزربة ما تلقاش مشكل واخا يقولوا لك بغينا هاد الورقه وهاد الورقه وهاد الورقه دفع الدوسي ما كاملش انا تعرف اخ عنده فيزا ديال الامريكان دفع الدوسي ماشي ما كاملش دفع الدوسي ما كاينش حسبو ما كاينش 90% ديال الوراق ما دفعهاش للسفاره ديال فرنسا هذاك الموظف تيقول لها دفع ولا صاحبي قلت لك دفع راه ملي غادي يشوفوا الكونت بونكير وغادي يشوفوا الممتلكات وغادي يشوفوا الفيزا ديال الامريكان راه غادي يقبل تيقول لي لا راه خاصك هادي وخاصك لاسينيز عاود صافي غير دفع صاحبي ملي دفع جات انا راه ماشي فهمتي ما راه ماشي شي حاجه فيسبوك شنو خاصني نركز عليه باش تكون الكومبين ناجح اخويا الفيسبوك ادز شنو اللي خاصك تركز عليه تبدا نفكر لك دابا في الجواب اللي زعما شنو كندير انايا علاش كنركز ولينا دابا كنركزوا على الريليفنس بزاف لان فيسبوك جديد ماشي هو فيسبوك القديم فيسبوك دار الابديت ما بقاش ديك العقليه القديمه عند فيسبوك العقليه الجديده هي واش الاعلان ديالك موجه للناس اللي عندهم علاقه وراه الا حليتي الكومبين ديالك في الفيسبوك غتجيب لك في الاخر ديالها كاينه واحد الحاجه شحال من كليك شحال من امبريسيون شحال كذا والريليفنس يعني شحال التطابق بحال قلت التطابق واش انت موجه لشي ناس كيهتموا ولا انت غير مسطعهم وما مهتمينش بك دابا لي كومبين كاملين اللي عندنا الحمد لله عندنا فيهم الريليفنس ديال 8 على 10 هي المينيموم 8 على 10 9 على 10 10 على 10 دونك ملي كتقاد شي كومبين غادي تمشي للناس اللي عندهم الانتريست الناس اللي عندهم الانتريست ديال ديك الكومبين الا كنت خدام واحد الكومبين ديالاش ديال باغي نكري طوموبيله ما نمشيش ندير رينت كار في الانتريست ولا غادي نمشي غادي نتارغيتي هيرتز غادي نمشي غادي نتارغيتي افيو غادي نتارغيتي افيس فهمتي دوك الشركات الكبار في العالم اللي كيكريو الطوموبيلات غادي وهنا غادي نجيب الناس اللي ديجا عارف هو شناهي افيس ومشى دير لايك في لاباج ديالها لان حتى واحد جو سوي سيغ قليل في المغاربه الا حسبنا شحال من واحد دير لايك الافيس غادي نلقاو شي 100 الناس ونفس القضيه حتى في امريكان يعني شي واحد اللي فات كرا الطوموبيله من افيس هو اللي كيمشي كيدير لها لايك ولا هيرتز شي واحد اللي فات كرا الطوموبيله من عند هيرتز كيمشي يدير لها لايك شي واحد اللي فات كرا الطوموبيله من ناسيونالز هو اللي تيمشي يدير لها لايك
دونك كطارغيتي في لي زانتيري ولا بغينا نكريو الطوموبيله كطارغيتي الناس اللي كتفكر بذكاء. كاينه الميثود اللي قال الاخ بلال ديال الافينيتي حتى هي كنخدم بها، وكاينه الميثود اللي كنقول لك فكر برا العلبه. الناس اللي كيكريو الطوموبيله شنو هو الانتيري ديالهم؟ الا جينا نتارغيتيو هما شنو هما فينا بلاصه ديال لقاهم؟ غادي تفكر برا ديال العلبه. الا كتبتي رنتكار راه كيترونه، كاينه ناس لا علاقه، كاينين المتطفلين بزاف غير كيتسلط على علاش غادي تسلط على الكلمات ديال رنتكار 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 رنتكار، يعني تلقاه كاتبها ولا فهمتي. وفيسبوك راه حتى الكلمات اللي كتكتب تيحسبهم لك في ليزانتيري. مثلا شي واحد صور في شي طوموبيله وجا شي واحد قال لها راه فهمتي جاست رنت، يعني راه يكره الطوموبيله هادي، راه هو عاير يعني متطفل، وراه رغم ذلك حسبوا حتى هو زادوا في ليزانتيري، زادوا في الانتيريست حتى هو يعني الناس اللي مهتمين بالكره ديال الطوموبيلات. دونك انت ما عندك ما دير بحال هاد النوعيه هادي. النوعيه اللي كتهمك هما الناس اللي فريمون فهمتي خاص تمشي لهم. مثلا بغيتي دير شي اشاره للجولف، شي برودوي للجولف كترجع للسبعينات، شكون هما احسن لعابه ديال الجولف في السبعينات كتحطهم في الانتيريست، لان اللي كيعرف اللعابه ديال الجولف في السبعينات هذا باينه فيه شي واحد تيلعب الجولف وباينه فيه شي واحد فهمتي مهتم. اما شي الا كتبتي تما في الانتيريست جولف راه كتضيع وقتك، لان المتطفلين بزاف. مني انا داير الانتيريست شحال من باج ديال الجولف، ونقول لك شديت المضرب هذاك سميتو ديال الجولف كون شديتو مره واحده في جوج مرات، مره واحده هنا في بوكيت ومره واحده في اطلس جولف مراكش في مراكش، يعني جوج مرات، ولكن راه نتسلط على الجولف ولا وفهمتي وواحد النيفو مازال يعني ماشي ما يعني ما كنفكرش نشري، لا كنفكرش نشري الماتيريال ديال الجولف. الاخوان غادي تشارج عليا التليفون، واليوم راه ما جبتش الطوموبيله لهنايا، راه جيت غير جيت ما فيهاش لي سوق، دراري صحابي مريحين في الشارع غير هنا. شفتو البارح شحال ديال السوق؟ ساعة كانت عندي، لا بغيت نجي من تما لهنا غادي خصني واحد ساعة ونص، لأن جيت في الصباح الطريق عامرة. قلت دونك ريزيرفي بيان سور كراب كاين، لاش غادي تمشي للسوق بحال يوبر، ولكن يوبر منعوه هنا ماشي منعوه بيان سور هنا في بوكيت، ولكن في بانكوك متلوق وتشانك ماي متلوق. هنا كاين كراب كتريزيرفي الطوموبيل. دونك إلا بغيت نرجع للدار خاصني نوقف اللايف، لان التليفون هو باش ندير ريزيرفي الطوموبيله. باب الدار غادي نمشي نلقى الحساس ما بقاش، الحساس راه مصور البارح في اللايف ملي قلت هو غادي يضرب واحد التسليمه ما تيكونش في الليل، دونك الباب تيتحل عندنا بالتليفون، دونك ما غاديش ندخل للدار ما غاديش نمشي للدار. الاخوان تبارك الله عليكم، الله ولي فراسكم، غادي خصني نوقف اللايف ما صفيتش بكم، وبالتوفيق للجميع. كما قلت بدا الخدمه، هذا هو الفرق، الفرق ما بينك وبين واحد من هنا قدام هذيك بوستر راه وصل 10 دولار في النهار، هو انه حاجه واحده، هو بدا الخدمه انت باقي كتسول. تبارك الله على الاخوان كاملين، التوفيق، تهلاو ليا فراسكم، ساعه سعيده.